غادي نمشيو مباشره لشيوة لاله مولاتي عند سناء العنبري المستمع الوفية جدا وتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سناء. صباح النور سناء. كي صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله انا خطه كي دايره انتي هانيه. الله يبارك فيك توحشناك بزاف ونتمنى تكون على خير انت وكل الاسره ديالك. ربي يخليك بارك الله فيك. تحيه لك سناء وتحيه للطاقم كله اللي معاك. مرحبا بسلامك المستمعين والمستمعات اللي كيسولوا فيا. وصحية لعائلة حباب وإن شاء الله نبدأ إن شاء الله على بركة الله. تفضل سناء. الله بارك الله فيك. وإن شاء الله عندي كوكلي معمر بالنوازيت، عندي بصيلة الحوت بلا فاقس بيضة يعني بطريقة جديدة هذه اللي كاينة دابا آخر ما كاين تقريبا، وبريوش بالنوكا. إذا بقى شي وقت نعطيك بورطابل كركاع، المهم شوف على حسب الوقت. واخا يا سمحتي عفاك أنا عارفة هذا هو الصوت ديالك ولكن غادي غادي نطلبوا منك مجهود كبر. وان شاء الله نبداو على بركة الله. أييه. المهم نحتاجو تقريبا واحد خمسة ديال الكوكليات. المهم اللي بغا أكثر كيضاعف المقادير. أييه. المهم كيتغسلو مزيان وكيتنشفو وكيتوضعو جانبا. كتاخدي مقلة كتوضعي فيها جوج المعالق كبار ديال الزبدة، ثلاثة المعالق ديال العسل، كديري كاس ديال اللوز محمر بقشورو ومهرمش، كديري كاس ديال المشماش مقطع، كاس ديال التمر مقطع، كاس ديال النوازيت، كيبقاو كقصعين. المهم هادشي كلشي على نار مهيلة كيبقى حتى كيتعلق بوحدو. المهم من بعد كنطفي عليه كنخليه تيبرد ونعمر بيه الكوكلي ديالنا. هادي الحشوة. بين الطريقة يا قبل ما نعاود. اييه واخا. المهم كناخد طنجرة كنشلط فيها تقريبا ثلاثة البصلات يكونوا كبار، كنضيف ليهم كاس لا ربع ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال السمن، شوية الملح، زعفران، سكنجبير، قرفة عواد، جوج دراس ديال الثوم، والعطرية ديال الدجاج راه كتضاع عند العطار. صافي كنضيف ربطة ديال الربيع، كنوضع المهم كنكون وضعت الكوكلي ديالنا، كنضيف تقريبا كاس حتى لكاس ونص تاع الماء، هذا هو الجهد اللي غادي يطيب لنا الكوكلي. يطيب فيه الكوكلي. صافي من بعد كنخلي كنغلق على الطنجرة وكنخلي الكوكلي ديالنا حتى كيطيب على خاطرو. المهم حين كاش كيطيب كناخد الطاوة اللي كتدخل في الفران، كنوضع الكوكليات ديالنا، كناخد معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة سمن ومعلقة ديال العسل، كنخلطهم فحال شي بومادة وكناخد الشيتة وكندهن بيه الكوكلي ديالنا، كندخلو الفران يتحمر. إييه باش يعطي داك اللون ذهبي. المرقة اللي عندنا كنخليها حتى كتعلق مزيان وكتوقف. المهم كناخدو واحد كناخدو أناناس معلب كنوضعو في المقلة وكندير فيه تقريبا الزبدة وكندير العسل وكنخليه حتى كيتحمر من الجوانب بجوج على نار مهيلة حتى كيتحمر فهو كيتوضع جانبا. كناخدو بيض السمان كنسلقوه كنقيو كنوضعو جانبا، كناخد القرقع كنقسمو على جوج وكنوضعو، كناخد إناء تاع التقديم راه دابا كاين هذوك المهم كاين أشكال مختلفة ماشي بالضرورة يكون يبقى دائما داير الطبس كيكون مربع مستطيل يعني كاين أشكال اللي كيساعدوا حتى هما في التزيين. كناخد الكوكلي ديالنا كنحطو هو الأول واحدة من بعد تقريبا على الأخرى، وكناخد المرقة اللي عندنا كنوضع واحد شوية في الوسط ديال الكوكلية، وكناخد ثلاثة حتى لأربعة تاع القرقعات كنصفهم فوق منهم. كناخد الأناناس اللي عندنا كنوضعو، كناخد البيض تاع السنان كنوضعو فوق منه، والمرقة اللي بقات عندنا كناخد دوك زليفات صغار أوفال ولا تما مستطيل وكنوضع فيهم ديك المريقة اللي عندنا، كنوضع وحدة هنايا وحدة في الجهة الأخرى، وكنقدم الطبق المهم كنقدم كلشي بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. نتمنى توصل الفكرة ويكون. لا شرحتي مزيان تبارك الله عليك وطريقة سهلة وتبعناها معك. نعطيك ان شاء الله هاد الطيله بلا فاقس بيضه هادي دابا اللي كاينه دابا في العراس وداك الشيء ولا دابا هادي. المهم يسمعوا السيدات ماشي يغلبوا مثلا الشعريه الصينيه وتكون لا فاقس تكون من ضروري خاصها تكون هي اصلا تكون عامره. المهم ناخذ المقادير، كيلو ونص ديال الكروفيت منقي، كيلو ونص ديال الحوت ابيض، 250 غرام ديال الشعريه الصينيه، 250 غرام ديال الكريم فريش ديال الطياب، 250 غرام ديال الفرماج حمار محكوك، 8 قطع ديال فرماج ساندويش،
250 غرام ديال الشامبينيو نوار، كنديروا ليه البزار الابيض، الملح، سكنجبير، 4 دراس ديال الثومه، 100 غرام ديال الزبده، وكناخذوا شويه ديال الزبده والزيت للورقه وجوج البيضات، واحد 500 غرام تاع الورقه. هذو كيبقاو تزيين. واخا هادو بالنسبه للمقادير، قلتي لنا كيلونس ديال القمرون منقي وكيلونس ديال الهبره ديال الحوت الابيض، 250 غرام ديال الشعريه الصينيه الفيرميسيل، و250 غرام ديال القش ذات الطريه كتكون ديال الطياب، و250 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، و8 ديال القطع ديال الفرماج مربع يعني ساندويتش، والفطر الاسود، وشويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار الابيض، وشويه ديال السكينجبير، وربعه دريسات ديال الثومه، وقلتي لنا 100 غرام ديال الزبده. وبالنسبه للدهن غادي نحتاجوا جوج بيضات وشويه ديال الزبده والزيت وورقه ديال البسطيله. هي هادو هما المقادير. يعطيك الصحه. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. المهم غادي ناخذوا المقله، نوضع فيها جوج دراس ديال الثومه والملح والابزار، شويه ديال الزبده، السكينجبير، كنخلي الكل يتشحر شي شويه. من بعد كنوضع الكروفيت، المهم كنجهد حيت كنوضع الكروفيت ضروري كنجهد على العافيه، وكندير تقريبا شي 6 المعالق كبار ديال الكريم فخيش. المهم كندير شي كلشي كنجيبو حيت الكروفيت اصلا دغيا تيطيب. المهم صافي، وكنطفي عليه، كنوضعو جانبا. كناخذ الحوت الابيض كنوضعو في الاول في الكسكاس، غير كيتسكن يتبخر دغيا وكنحيدو، ما كنخليش يشد في الطياب بزاف، غير شويه غير هذاك الصهد ديالو ياخذو شي شويه باش دغيا يطيب لنا في المقله. من بعد كندير تقريبا نفس المقادير اللي درنا في الكروفيت في الاول. كندير الثومه والملح، اي كندير هادشي كامل، البزار والزبده. من بعد كان ثاني كندير الحوت وتندير الكريم فريش، وتا هما كنديهم ونجيبهم شويه صافي. كنوضعهم تا هو كنوضعو جانبا. كناخذ الشعريه الصينيه، المهم كتكون كيكون ديجا الماء مغلي، كنصفيها. المهم كندير الشعريه الصينيه وكنديرها تصفى. من بعد كناخذ المقص كنقطعها، كناخذ المقله ديالنا كنوضع فيها شويه الزبده، الملح، البزار، شويه سكنجبير، كندير تقريبا جوج المعالق تاع الكريم فريش، كنديها حتى هي كنجيبها شويه في هذاك الكريم فريش، كنوضعها جانبا. شامبينيون نوار ديجا كيترقد واحد الساعه قبل في الماء طايب، من بعد كيتصفى، كتقطعي قطع صغيره بزاف، كديري تشحر مع شويه الملح، الابزار والزبده، كنديو تنجيبو شويه وتا هو كنوضعو جانبا. اذا عندنا كل شيء، عندنا تقريبا الحوت الابيض واجد، الكروفيت، الفيرميسيل، الشامبينيون نوار، وهادو كلهم ضفنا لهم شويه ديال القش ذات الطريه يعني ما عدا الفطر الاسود. المهم غادي ناخد واحد الاناء كبير يكون غارق، كنوضع الشعريه الصينيه، وكنوضع الحوت، كنوضع الكروفيت، وكهذا الشيء كامل كناخد 250 غرام ديال الفرماج حمر محكوك كنخلطو به. صافي. من بعد كناخد الصينيه، غادي يبقى لينا فرماج ساندويتش، غادي يبقى لنا الشامبينيون وغنحطهم جانبا، ما عرفتش نخلطو مع الحشوه. المهم غادي ناخد الصينيه ديال البسطيله، غادي ندير 4 ديال الورقات في الجناب، ونجي للوسط غندير وحده الوسط. غادي ناخد، المهم كتدهن ضروري بالزبدة وبالزيت، ضروري خصنا ندهنوها. من بعد غادي ناخد نص ديال الحشوة، غادي نديرو غادي نديرها، غادي ندير عليها فرماج ساندويتش من الوسط، وغادي ناخد نص ديال البقية ديال الحشوة، غادي نديرها من الفوق. غادي نجي حتى الحاشية ديال البسطيلة، وغادي ندير الشامبينيون نوار. وصلتك الفكرة سنة؟ ايه. وندبا لافارس كلها غنديرو نفس الكمية، هي نديرو ساندويتش ونغلقو نديرو بقية الحشوة، وغنمشيو حتى للجوانب كاملة غندورو على داك الشامبينيون. يعني الفطر الأسود ما يتخلطش مع الحشوة كيف كنديرو. واخا صافي. من بعد غادي نبداو نغلق على نغلق على البسطيلة، نلمطوها هكا بطريقة العادية. داك البيض ضروري كندير البيض بحال الكولا هو الأول، كيتدار على الجوانب ديال البسطيله كامله ومن الفوق، عاد باش كتاخذي ورقه تكون كبيره ديال البسطيله وكتبداي تغلقي بها. ممكن تقريبا جوج ورقات تقريبا. من بعد صافي كتبداي تدهنيها بهذاك الزبده والزيت اللي عندنا، وكتاخذي واحد كيغدو كتبداي تقلبي البسطيله. اييه. الى السيدات اللي كتفرق عليهم الورقه كيقول لك ما عرفناش، حيت اصلا ما كتلقاش من تنفس.
لا ما لقاش مثل طبيعة الحركة تفرقع، فأخذ غير تقبري شوية هكا من بعدين تقيبة من بعدين، من بعد تدخلها للفران تطيب، حين كطيب وكتكمليها كتاخدي المهم في الأثناء هي كطيب كتاخدي تقريبا 5 المربعات ديال الفرماج، فرماج مربع كتاخدي واحد المعلقة ديال الزيت واحد راس معلقة ديال التحميرة، هادو كلهم كنخدموهم بومادة. من بعد ما كنخرج البسطيلة وهي سخونة كنشد الشيتة وكندهن بها الوجه ديال البسطيلة كاملة، وكناخد فرماج حمار محكوك وكنوضعو فوق منه صافي وكنقدمها بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، رائعة ولذيذة بزاف زعما مكتسخيش بها. تبارك الله عليك، يعني جوج اقتراحات في المستوى بالنسبة للسيدات اللي ضخمة كتجي زوينة. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. وواحد يعني ينوع شوية هكا بلاصوص بلونش كتجي مزيانة حتى هي. المهم نعطيك ان شاء الله بريوش بالنوكا. ايه المهم هانتي كديري 25 غرام ديال خميره نجونه، خميره الخبز. ايه المهم السيدات اللي ما عرفوش يديروا معلقه كبيره. انت في الغرام ماشي ما كيتعبرش بحال 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 معلقه ولا بكيس، كتكون معلقه كتكون اما كبيره كتكون فيها الكبيره متوسطه، المهم كيكونوا ما تيكونوش مقادين. المهم غا نديروا عبر التقدير نديروا 25، المهم نديروا 25 غرام ديال الخميره المعجونه. كنديروا كاس ونص العنبة ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبدة، 7 غرام ديال الملح، نديرو معلقة صغيرة ديال الملح، جوج بيضات، 35 غرام ديال السنيدة، وهاد الخليط كيحتاج تقريبا 550 غرام ديال الطحين. إيه إلا كان خاصي شوية كان شوية جاقاف ولا شي حاجة ضيف شوية زيد شوية ديال الحليب. إيه وانت نجمعو الخليط كنخليوه تقريبا في الثلاجة 6 سوايع. هاد العجين خليوه 6 ساعات كيبقى 6 سوايع على الاقل في الثلاجة. من بعد كناخذ 350 غرام ديال الزبدة، هاد الزبدة كنقسمها على جوج، كناخذ 175 غرام ديال الزبدة نباتية، 175 غرام ديال الزبدة عبار، المهم تكون شوية مرخوفة ما تكونش داخلة الثلاجة. كناخذ بابي كويسو كنوضع الزبدة، كندير الزبدة نباتية كنسرحها شوية كنغطيها ثاني بهذاك البابي كويسو كنسرحها شوية بالمدلك وكنضيف فوق منها الزبدة ديال العبار وكنعاود نخلط بيناتهم. يعني قلتي لنا الزبدة ديال العبار والزبدة نباتية يعني كمية متساوية غادي نقسمهم على جوج ياك؟ 350 غرام غادي تقسم على جوج، 175 غرام زبده نباتيه 175 غرام زبده العبار. وقلتي لنا ناخذوا البلاستيك يعني البابي سلفوريز. كنسرح الزبده النباتيه هي الاولى وكنطول عليها كنغطيها بداك البابي كويس وكنبدا نسرح بالمدلك هكذاك. ايه عاد الحبه الثانيه شويه كنضيف عليها الزبده تاع العبار ونتني ديك الزبده، راه كتنادى دحين حتى شي الا درتي بابي كويس راه دغيا كتخدمي بها كتني عاد باش كتدخل مع بعضياتها بحال كتخلطيها. ايه عاد باش كنحيد ثاني ديك الزبده من تما وكنوضع فوق منها العجين اللي خدمنا. كنسرح العجين وكندير فوق منه ديك الزبده كنديرها كامله. ايه زبده مخلطه. وكنطوي العجين كنعاود ثاني نسرحو. المهم هاد العمليه كنديرها ثلاثه المرات غير في بلاصتي ما كندخلها للثلاجه لا في حاجه. نبقاو نديرو الزبده ونطويو ياك؟ نعم نديرو الزبده ونطويو. المره الاولى كنعاودو ثاني نطويو العجين، المره الثانيه كنعاودو نطويو ثاني، المره الثالثه صافي دابا العجين عندنا جاهز. كنوضعوه جانبا كنخدم النوكا. النوكا كندير فيها تقريبا 150 غرام ديال الكريم فريش ديال الطياب، 150 غرام ديال العسل، كندير 50 غرام ديال السنيده، هادو كلهم كنديرهم في الكاسرونه على عافيه مهيله حتى كيبدا يغليو مع بعضياتهم. شحال ديال السنيده سناء؟ شحال؟ 50 غرام. 50 غرام. 50 كندير 150 غرام ديال الكريم فريش ديال الطياب، 150 غرام ديال العسل، 50 غرام ديال السنيده. إيه؟ كنخليهم حتى كيغليو مع بعضياتهم، كنطفي على البوطه، وكناخذ 270 غرام ديال اللوز ايفيلي ما محمرش. كنخدمهم دغيا دغيا باش عاد باش كنخليها حتى كتبرد، كنبدا ندير كويرات صغيورين. كنوضعهم جانبا. صافي وصلت الفكره سامي.
يعني هاد المقادير كلها ما بين يعني الكريم فريش والعسل والسنيده ملي يغليو مزيان ياك نضيفو ليهم اللوز افيلي كنطفو البوطه اي نطفو العافيه ونضيفو هاد اللوز افيلي ما محمرش ونديرهم كويرات كويرات ونضعهم جانبا. اذا دابا عندنا العجين بقى كيطاي على خاطره. من بعد ناخذ لك غادي نبدا نسرحو طويل. ناخذ مرشم مربع يكون تقريبا العبار ديالو 6 على 6 سنتيم. ايه مرشم يعني يكون فيه 6 على 6 سنتيم يعني غادي يكون مربع مقاد منسطر في العرض. غادي نبدا نقطع به البريوش. واخا المهم حيت غادي نكملو في التقطع من الانسالي. ناخذ الكويقطه تعرف الكويقطه الكبار ديال المادلين عرفتي. ايه غادي نقولهم شدوهم من السيفون كلاطه اللي كتدخل في الفران نصفهم هما الاولين عاد باش كندير عليهم هذاك البريوش. واخا دابا قلتي لنا هذاك البريوش غادي نقطعوه بالمرشم مربع يجينا شكل مربع ياك. نستفوا هذوك الوريقه كويغطات ديال المادلين هي نديرهم في اللاطه اللي غادي تدخل مباشره للفران. غادي ناخذ كل مربع تاع البريوش غادي نوضعها في ذاك الكويغطات تاع المادلين. يعني غادي غير نحطو فوق الكويغطات ما غاديش ياخذ ذاك الشكل ديال الكويغطات هذه بحال لا لا غير غادي يجيو بحال مقعرين. غادي يجيو مقنتين وفي الوسط يجيو بحال شويه مقعر حيت غنديرو فيه النوبه باش تشد. ايه باش تشد واخا. ايه غناخد صفر تاع بيضه ناخد جوج المعالق تاع الحليب نخلطهم مزيان وكندير شويه تاع البيض الوسط باش كندهن باش كنثبت به ديك النوبه. هي حتى كنكمل الحطه ديال هاد النوبه كامله في هذاك البريوش في البريوش. من بعد كنخليه حتى كيخمر كنعاود ثاني ناخذ نفس الصفر تاع البيض والحليب وكندهن به الجوانب فقط ما ندهنش به النوكه غير الجوانب تاع البريوش. ندخلو يطيب في الفران حتى كيتحمر وكيسالي كيخرج كندهنو بالناطاج وكنقدمو بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. يعني واحد الملاحظه باش نفهمو اكثر يعني ملي كيطيب كتبقى تبان ديك الكويره ديال النوكه. كتبقى شويه كتبحال بحال كيخمر شويه كيبدا يغطيها غير شويه من دوك الاربعه ديال الجناب. لا ولكن كتبان المنظر ديالها زوين كيكون معمر كيكون باين زعما ماشي. واخا يعني اقتراح جديد تبارك الله عليك ونشكرك بزاف على هذه الاقتراحات. نتمنى حيت هادشي كيخصو يتصور وداك الشيء باش كيبان اكثر وتنتمنى انا الفكره توصل. ونتمنى ان شاء الله تنتي يعني كسائر المستمعات يكون عندك واحد لاباج فيسبوك واللي يستافدوا منها واللي تقدمي لنا الاقتراحات لانه تبارك الله عليك يعني عندك شهوات مميزه يعني من بدايه البرنامج وانت كتشاركي معنا وبحويجات اللي هما مجربين واكيد ان شاء الله غادي نسقوا معك في الاسابيع المقبله باش تشاركي معنا في اسبوع يعني خاص ان شاء الله. تحياتنا لك سناء. شكرا نهاركم مبروك الله يسر اموركم. الله يبارك فيك مشكوره جدا ونتمنى يعني بدايه اسبوع موفقه جدا لكل المستمعات اللي كيشاركوا معنا واللي كيتواصلوا معنا.